مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال وخطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال في السعودية، وتضم السياسة مجموعة من العناصر أبرزها توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال، وذلك أيضا بإنشاء قاعدة بيانات حول عمل الطفل بدعم من منظمة العمل الدولية، واعتماد القائمة طبعا بالأعمال الخطرة المحظورة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. أنا هنا حابة أعلق، اليوم في مجموعات أو خلايا هي عالمية، يعني أبرزها نحن قاعدين نشوف الأطفال اليوم اللي بيتواجدوا في الشوارع، اللي يطلبوا المساعدة ولا بيطلبوا أو عملية التسول، هذه كلها مافيات عالمية موجودة في كل مكان. فاليوم الدراسة العالمية والبحث العالمي والمسح العالمي مهم جدا، وين هذول الخلايا متواجدين وكيف بيدخلوا السعودية وكيف بيتعاملوا مع الأطفال وكيف بيتم التعامل معهم. فهذه قضية جدا مهمة، حتى الجهات المختصة يدرسوا هذا الموضوع من ضمن طبعا حظر عمل الأطفال دون سن 18 وبنشوفهم كثير. والخبر الآخر، وزارة الداخلية تستمر بدورها التوعوي في جائحة كورونا، حيث نشرت فيديو بعنوان لا تركن للتهاون القرار بيدك. خلونا نشوف. كل البلاد بأمر مليكها تلبي سمعا وطاعة، نادى المنادي لا تركن للتهاون فاسمع نداءه، خذ عبرة مما مضى واتبع ما يجب اتباعه. الوباء من حولنا يدور مثل عقارب الساعة، فاحذر كلما أمنت، أليس الحذر في وقتنا خير بضاعة؟ كلام مهم جدا ومؤثر، يا ليت يعني يأثر فينا وناخده من باب المسؤولية. أبشركم جاني موعد تطعيم وإن شاء الله بكرة باخد التطعيم، أدعو لي كده إن شاء الله يكون كده سهالات إن شاء الله، أمين يا رب. طيب نروح طبعا بيكلمونا في الكنترول، نروح للخبر الآخر. دشنت هيئة الأدب والنشر والترجمة كتب الرحالة الفرنسي الراحل تيري موجيه، وذلك في حفل أقيم بحي جاكس في محافظة الدرعية بحضور معالي نائب وزير الثقافة والرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة ووفد من السفارة الفرنسية بالمملكة وعدد من المسؤولين والباحثين والمهتمين. يعني الجدير بالذكر في هذا الموضوع أنه حكومتنا الرشيدة والجهات المختصة مشكورة أنها بدأت تهتم في مجال الأدب والأدباء وأيضا تكريمهم هم وتكريمهم في حياتهم طبعا. والخبر الآخر، حيث أعلنت دارة الملك عبد العزيز عن بدء التسجيل في برنامج رمضاني خطي يهدف إلى تعريف الخطاطين السعودية بطريقة كتابة المصحف الشريف وضوابطه والسنة النبوية، وذلك ضمن مشاركاتها الفعالة في مناسبة عام الخط العربي تحت اسم ملتقى الخط الوحيين الشريفين، حيث سيجتمع فيه معظم الخطاطين والخطاطات في المملكة العربية السعودية لكتابة المصحف الشريف والسنة النبوية، ليقوم كل مشاركة بكتابة جزء من القرآن الكريم وأحاديث نبوية مباركة. يا حظكم، الله يبارك لكم، يعني منها كمان الأجر والمثوبة. قديش إحساس جميل أنك أنت تشارك اليوم في كتابة المصحف الكريم، يعني الواحد وش يقول في موقف مثل هذا. السعودية تحتل المركز الأول عالميا في تبرع الأشخاص الأحياء بالكلى والكبد، وعلى طاري هذا الموضوع طبعا بنتكلم عن المتبرع عبد المجيد الدهمشي اللي قدم كليته لفتاة يتيمة الأبوين في القصيم بعد أن عرف بمعاناته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسافر من عرعر إلى الرياض أكثر من عشرات المرات لإنهاء إجراءات التبرع ابتغاء للأجر. اليوم
عفوا بخصوص هذا الموضوع، بنشوف حملات توعوية كبيرة، كيف الشخص، أهمية الشخص ممكن يتبرع بأعضائه حتى من الناحية الدينية وتثقيف الناس وإنسانيا كمان. اليوم قديش الشخص بيكسب الأجر وبيكسب يعني أشياء كثيرة ممكن لما هو بيدعم جزء من جسده وبيتبرع فيها. هذه الفكرة موجودة وناس كثيرين وحتى من المشاهير نحن بنشوفهم أتبرعوا. الخصلة الثانية يعطي ألف عافية الأخ عبد المجيد وأمثاله كثيرين في المجتمع. بنشوف لما يكون شخص قريب منك تقول هذا واجب علي، لكن لما شخص أنت ما تعرفه وتقدم له هذه المساعدة وتعطيه شيء جزء مهم من جسمك وأغلى ما عندك، هذه نحن نقول قد إيش الإنسانية يعني عالية عند مثل هؤلاء الأشخاص. الخبر الآخر، امتدادا لنهج المملكة في حماية الإنسان، السعودية الرابعة عالميا في سرعة الحصول والاستحواذ على لقاح كورونا فايزر. كل من حضر في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، سواء من مواطن سواء من مقيم سواء من مسؤولين، يعني بجملة واحدة الكل تحدث وكلمة حق تقال أنه ما في أي وطن وأي مملكة وأي بلدة إنها قدمت الخدمات بالمستوى الرفيع اللي قدمتها المملكة العربية السعودية. شكرا وطننا الغالي، شكرا قيادتنا، شكرا لكل المسؤولين وعلى رأسهم طبعا وزارة الصحة وكل العاملين في وزارة الصحة. هذه كانت طبعا أخبارنا لليوم.